ويا اهلا ويا صباح الخير. اليوم صحيت مره متحمسه على الماسك اللي سويناه مع بعض في الفلوق السابق، فحوريكم شكله كيف صار. شوفوا كيف، شايفين كيف صار؟ الحبوب كلها ضاعف حجمها. فايش حنسوي؟ حنجيب اي خلاطه عندكم. انا عندي مع نفس الخلاطه جات من هذه حبتين، واحده استخدمها للبهارات وواحده استخدمها للماسكات. فخليكم مركزين انكم ما تخلطوا، ما تخلوا نفس حقة الماسكات هي نفس حقة الأكل. فحنجيبها وحنحط كل الحبوب هذه هنا. طبعا بهذا الشكل وحنقفلها. شوفوا أنا حطيتها بالموية حقتها، نفس الموية اللي نقعناها فيها حنخليها بيها وحنبدأ نخلطها. شوفوا لو حسيتوا انه محتاجة موية عادي زيدوها موية ورجعوها، بس اهم شيء لا تكثروا الموية عشان لا تجيكم مرة سايلة. احنا نحتاج انها تكون كريمية عادي زي الكريم. بس كده كفاية. بعدها حنفكها. بسم الله. يو الريحة حق النمائين، شيء فظيع. يا استغفر الله يا ربي. فايش حنسوي؟ حجيب من هذه الاكياس حقت التخزين، هحط الخلطة جواتها. يو الريحة فظيعة فظيعة والله. طيب فحنحط هنا. طبعا هذه الخلطات كنت اسويها قبل ما اتزوج، من بعد ما تزوجت بطلت اسويها، عشان كذا انا ناسية الروايح وناسية الاشياء هذه، بس والله نتائجها فنانة بصراحة. اوكي حنحطها كلها في الكيسة هذه. تمام خلاص حطيتها هنا. شوف كيف. فايش حسوي؟ حشيل هذه الاغراض، فحقفل الكيس من الطرفين كذا بس شوية. طبعا بعد ما قفلناها خلاص حتصير بهذا الشكل. حطيتها في الكيسة وفرغت منها الهواء، ححطها في الفريزر زي كذا. اتأكدوا تماما انه هي تكون مقفلة مرة مظبوط عشان لا تعدم لكم كل الفريزر بريحتها. طيب طريقة الاستخدام كيف؟ هناخد من الخلطة شوية بهذا الشكل حسب كفايتنا وحنحطها هنا زي كذا. بعدين حنحط معاها لبن زبادي. يفضل انه يكون لبن زبادي منتهي، مدته منتهية. فحناخد ملعقة من اللبن الزبادي، او لو احترتوا ما عرفتوا توازنوا حطوا نفس الكمية. وبعدها اخلطيهم مع بعض. بعدها حنخلط مخلوط كده مرة مظبوط مع بعض، حاولوا تدمجوها مرة مظبوط. حتصير بهذا الشكل، شايفين؟ طريقة الاستخدام حتفردوها على وجهكم، على رقبتكم، ممكن للظهر، لليد، تنفع لكل الجسم عادي. بعد ما تخلص العشرين دقيقة او النص ساعة خلاص غسل وجهكم ورشوا عليه موية ورد وحطوا كريم مرطب بس. طبعا بالنسبة للريحة غسلي مرة كويس ورشي موية ورد، واخر حاجة رطبي كويس وما حتلاقي ريحة ان شاء الله. استخدم مرة في الاسبوع، فانا فرزنت الين رمضان عشان كل اسبوع اخذ منه شوية واخلطه بالزبادي. يصير ان شاء الله من الاسبوع الجاي لحد نهاية رمضان يكون عندي كفاية. انا صراحة انشغلت وشغلة، ما حجلس كل مرة انقع واخلط ومدري، فالافضل انك تفرزني الكمية وتستخدميه كل اسبوع. وبس هحط الماسك حقي انا دحين على وجهي واروح اجهز اغراض الحلاقة، لانه اليوم حابة انه احلق شعر حمولي. مرة متحمسة لانه اول مرة امسك ماكينة حلاقة، فمرة متحمسة. حوريكم، حصور لكم النتيجة. فحط الماسك وبعدين ارجع لكم. طيب وانا جالسة احط الماسك افتكرت حاجة مهمة، يقولوا انه هذا الماسك ما ينفع تحطيه على منطقة الخشم، يعني منطقة الانف ما ينفع تحطيه عليها، يقولوا انها تكبر الخشم. ما ادري، انا صراحة زمان لما كنت استخدمه ما كنت احط على خشمي، بس وجهي الباقي ما ينفخه ولا اي حاجة. يعني مثلا احط على خدودي مدري ايه، ما لاحظت اي حاجة تكبر او تنتفخ عادي، بس للاحتياط ما احط على خشمي ابدا. بس قلت اقول لكم على هذه المعلومة عشان ما انساها. فانا احط على وجهي كامل، ما احط على خشمي، ما احط على خشمي، ما احط حوالين عيني.
شوفوا ايش سويت. جبت سفرة، حطيت سفرة في الارض وحطيت، طبعا هذا الكرسي حق غرفة النوم حق الكتب عارفة، بس لانه صغير ما عندي كراسي صغيرة فاحتجته. حطيت كمان الاشياء اللي حنحتاجها للحلاقة، المشط مال المشط وشباصات. وهنا جهزت الماكينة حقت الحلاقة شحنتها، وطبعا حطيت لكم نبتة، شوفوا شايفين النبتة، عشان تقولوا لي بيتك كله ابيض ابيض. خلاص حطيت لكم نبتة، ها سويت اللي علي اهو، ما خليتكم تشوفوا اشياء بيضة. طيب فدحين حجيب حمودي ححلق له. طبعا انا اول مره احلق ولا عمري حلقت لاحد، بس حاسه انه يعني الطريقه بسيطه، يعني دائما لما اشوف الحلاقين يحلقوا بس بالماكينه كده في الشعر تزز وانتهينا. فخلاص حجرب. ليش مغمض عينك؟ يلا تجلس احلق لك. موافق؟ موافق، عشان لو تعدم شعرك انا ما لي صلاح. فتح ايوه دحين فتح. يلا تعال تعال. طبعا احسن حاجه انه هو لسه بالبيجامه عشان بعد ما احلق له على طول يستحمى. طيب سيداتي سادتي سوف نبدا الان بحلاقه شعر حمودي. اول شيء حنمشطه. طيب مشطنا تمام. الحين حنبدا نقسمه. والله انا حاسه اني حجيب العيد. حاشيل هذه الجزئيه، حامسكها كده، وهذه الجزئية كمان نفس الشيء. ليه عشان احلقه؟ ولا الحلاق ما يسوي لك كذا؟ لا امانة كيف يسوي لك؟ بس احلق زي كذا. ما يحط لك شباصات؟ لا. طب خليه انت ليش تشيله؟ انا طريقتي كذا، انا طريقتي مختلفة. يلا دحين حنبدا نحلق. ايوه لا لا تحرك، والله جالس يشيل. شوفوا هنا، بسم الله. اصبر اصبر اصبر، بسم الله بسم الله، والله ماني عارفه. نسيت معلومه مهمه، قال لي دحمي الشعر مو كذا يتحلق، يتحلق بالعكس كذا على فوق، فحنجرب على فوق. مستعدين للشكل النهائي؟ حمودي طالع. وربي طلعت مره صعبه الحلاقه. شوف كيف يا ربي، هنا هنا عشان طاح اول، فشوفوا واضحه الفكشه. يا الله احس خرايط، خلاص لازم احلق له صفر. شوف حمودي من قدام. طالع كيف؟ أمانة مو فن. شوفوا كيف هنا جبت العيد، شوفوا الشعر في كل مكان، على أساس إني حاطة سفرة يعني، بس شوفوا كيف. المهم الكارثة لم تصدق، فححلقه كله صفر. والله يا إني تهزأت تهزيق من أهلي، صورت لهم صورت لهم شكل شعره، الكل هزأني. ما أدري ليه، أنا أشوفه عادي يعني، هو بس هذا أشيله وخلاص. أشيل لك هذا كله خلاص. يلا بسم الله. وهذا الشكل النهائي للحلاقة. والله ترى مرة زعلانة على شعره اللي راح، بس إن شاء الله إنه حيرجع يطلع يعني عادي. والحلاقة مرة صعبة، مرة لا تحاول إنكم تحلقوا. والله كنت أشوف الحلاقين كذا، عارفين اللي بسرعة بسرعة كذا يدهم ما شاء الله تبارك الله. فخلاص بس هو نصيحتي، لا تحاولوا إنكم تحلقوا لو ما عندكم أي خبرة زيي، مرة لا تحاولوا إنكم تقربوا. وبس هذا كان نيو لوك الجديد لحمود. لا تحاولوا انكم تحلقوا، اسمعوا نصيحة مني. هنا خلصت، فخلينا نشوف لي جريمة ثانية ارتكبها. صراحة مرة زعلانة من اللي سويته في شهر حمودي. مأساة، والله مأساة. كنت حابة اسوي حاجة جديدة، بس يلا مو مشكلة، خلي الحلاقين يحلقوا الشعر، وخليني انا في عنايتي وماسكاتي وخلطاتي احسن لي. فحاليا حرتب الغرفة، وبعدها رح اجيب ماسكاتي حرتبهم هنا في الكومودينا. اكتشفت انه الكومودينا اللي هنا فاضية، الدرجين حقتها فاضية، فقلت حستغلها وحط الماسكات حقتي كلها هنا. فحرتب الغرفة وبعدين اوريكم الماسكات. شوفوا هنا يا بنات، جبت كل الاشياء حقت البشرة اللي عندي. فايش الفكرة اللي فكرت فيها؟ هذه الخشب ححطها هنا فوق فوق الكومودينا، واحط عليها الاشياء اللي كل يوم قبل النوم لازم استخدمها. بصراحة في بيتي القديم سويت هذه الحركة، وفعلا كل الاشياء اللي كانت موجودة هنا انتهت،
واشتريت غيرها وخلصتهم واشتريت دحين غيرهم. حسيت انه هذه حركه تفيد معاي، فحبيت انه ارجع اسويها مره ثانيه هنا، لانه احتاج اكثف عنايه حاليا لوجهي. ايش كمان حابدا استخدم الديرمارول، هذا اشتريته من اول وما استخدمته صراحه، كنت مره خايفه، فحاليا ابغى اشجع نفسي، لانه شايفين هذه نفس الروله هذه تراها كلها ابر، شكلها شويه متخوفه بس كمان مره متحمسه نتيجتها، فعشان كده خلاص حشجع نفسي وحجربها. فبس اللي حسويه حاليا حرتب الاشياء هنا في الادراج، عندي الادراج فاضيه تماما ما فيها ولا حاجه، فححط فيها الماسكات والاشياء الباقيه، فحرتب الاغراض هنا واحط الباقيه هنا وارجع لكم. خلاص كده اكون رتبت الاشياء اللي هستخدمها على طول، شوف كيف شكلها، فباذن الله بكده ما حنساها. وهنا في الدرج زي ما انتم شايفين، شوف كيف الدرج فاضي بس فيه الشاحن، هشيل الشاحن واحط بقيه الماسكات كلها. الماسكات راح احطها في علبه جلام بوكس، هذه عندي شكلها حلو فهخليها هنا، هحط كل الماسكات فيها. اول شيء حفند الماسكات، طبعا هتلاحظوا اني انا ما عندي ماسكات كثيره لانه انا ما احب اشتري كميه كبيره، حب اشتري دائما قليل واخلصه وارجع اشتري، فما احب انه اخزنها وتنتهي مدتها وانا ما استخدمتها، كل مره كل ما احتجت اشتري كميه. فحفندهم اول حاجه ماسكات الوجه، هحطهم زي كده مع بعض لوحدهم، وهذه ماسكات اليد كمان لوحدهم، وماسكات الرجول كمان لوحدهم، وححط هذه ماسكات حقت الخشم، هذه افضل نوع استخدمته اللي دائما معتمدتها، خلاص هذه اخر واحده، هذه لسه صراحه ما استخدمت ولا واحده منهم من ذا فيس شوب، كمان لصقات نيفيا كمان كويسه، بس هذه الانواع اللي جربتها صراحه للخشم، فحخلي الخشم هنا. وماسكات الشفايف مع بعضهم، وعندي هذه حقت الخطوط التعبيريه اللي هي حوالين الفم، مره مفيده تحفز الكولاجين في نفس المنطقه، فدائما احب يعني بين فتره وفتره اجيب منها، فحطها هنا. وبس كده خلصت الماسكات، وبس حاليا نرجع للدرج ونرتب. طيب هحطهم من الاقل استخداما للاكثر استخداما، اول شيء هذه حقه الرجول ما استخدمها كل يوم، بعدين حقه الخشم، وبعدين حقه اليد، وبعدين حقه الوجه، وهذه حقه الشفايف، وال هذه هخليهم هنا على جنب، راح احط كمان الديرمارول. وبس والله رتبته بهذه الطريقه، يعني هو مو ترتيب خنفشاري ولا حاجه مره واو، بس يعني انه قلت لكم انه حرتبه. وبكذا خلصنا، ان شاء الله كل يوم قبل ما انام حبدا استخدم اشيائي. طيب يا بنات بقول لكم على حاجه، قبل فتره عانيت من تساقط الشعر، انا حياتي كلها عمري ما كان عندي تساقط شعر، ولا مع الحمل ولا مع الولاده ولا بعد، ما عمره تساقط شعري. الفترة اللي فاتت كان يتساقط بطريقة غريبة لدرجة انه حتى لما امسكه كذا بيدي عادي اطلع في يدي، ولما نستحم ما اشوفه، اول ما اصحى من النوم الاقي على المخدة، في كل مكان كان شعري، بس ما قدمت اي تدخلات وما كان الموضوع مرة لافت نظري، لحد ما جاء اليوم اللي رحت انا وام زوجي عند ماما نزورها، تخيل واحنا جالسين كذا ماما قالت لي، فقالت لي ماما غيدة بس طالعي في الارض وشوفي كيف شعرك عادي ما الدنيا. انا هنا عادي ما استغربت، انصدمت من رد ام زوجي الماما، قالت لها خلاص تعودنا على شعر غيدة، اساسا تقول لما غيدة تدخل مثلا البيت عندي وتاخذ حاجة وتروح اعرف انا من شعرها وراها. اتصدمت 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 صدمة حياتي، تخيلوا يعني معناته الضرر مو بس على شعري، لا واصل للناس، الناس جالسين يكنسوا ورايا شعري. يا ربي احس وقتها مرة كنت مكسوفة من نفسي. واحنا راجعين البيت على طول في نفس اليوم، واحنا راجعين البيت جلست في السيارة ابحث عن مقويات للشعر، طبعا لقيت هذا، انا اكثر مقوي جاء عليه مدح اللي اسمه برايورين ان، فمن وقتها وانا جالسة استخدمه التساقط خف ولكن ما راح، الى الان شعري جالس يتساقط، وخلاص شعري مرة ترى صار مرة حبتين، تعرفي ايش حبتين؟ مرة صار خفيف، مع انه شعري دايما كثيف وطويل وحلو يعني. هذه الصدمة الأولى. الصدمة الثانية والصدمة الأكبر واللي أنا مرة زعلت منها، لما نصحت لكم هذه المنتجين اللي هو الشامبو والبلسم، قلت لكم إن هي مرة تعطر الشعر
ودائما يسألوني عن ريحة شعري ومدري إيه. في بنات كثير كلموني حتى على إنستغرام في الخاص جالسين يقولوا لي غيداء هذه المجموعة تدمر الشعر، اللي تقولي شعري تقصف منها، واللي تقولي شعري صار يطيح منها. وواحدة إيش كتبت لي؟ واحدة قالت لي على مادة سلفات أتوقع، ما أعرف إيش اسمها، المهم مادة يستخدموها في فرد الشعر اللي هو الكيراتين والبروتين، فتقولي هذه المادة في هذا المنتج مرة عالية، زائد إن هو مليان عطور، عشان كذا هو جالس يعطر الشعر وينعم الشعر، بس في المقابل جالس يدمر صحة الشعر. والله بنات لما جلست أقرأ تعليقاتكم جلست أفكر بيني وبين نفسي، غيداء أنت استخدمتي قبل المقوي ولا بعد؟ لاحظت أنه أنا لي فترة طويلة جالسة أستخدم الشامبو والبلسم للأسف يعني، فعرفت أنه أساساً المشكلة من الشامبو والبلسم شعر جالس ساقط منهم، وأنا رايحة مشترية مقوي للشعر عشان أعالج مشكلة التساقط، وهو أساساً التساقط من هذول المنتجين، من هذا وهذا. فأنا مرة أعتذر يا بنات، ومرة آسفة أنه أنا مدحت لكم حاجتين، البوست صراحة راح أحذفه من إنستغرام. أنا أمدحهم كنت على أساس أنهم معطرات للشعر، يعني ريحة شعر تكون مرة حلوة بعدها، بس ما كنت عارفة كمية الضرر اللي جالس يتضررها شعري من هدول الاثنين. فأنا بإذن الله خلاص يوم دحين خلاص على النهاية، شوفوا، فخلاص أنا دحين حستحمى آخر مرة بيهم لأنه ما عندي غيرهم، حستحمى آخر مرة بيهم وعلى طول على الزبالة، ما عاد حستخدمهم ابدا. بس حبيت أن أصور لكم وأقول لكم إنه هدول سيئين جدا، لأنه أنا قد نصحتهم قبل، سيئين جدا، لا تستخدموهم ولا تحاولوا انكم تستخدموهم. ممكن انهم يناسبوا ناس وما يناسبوا ناس، الله اعلم، بس انا عني ما ناسبتني ابدا، وبالعكس مره دمرت شعري. الى الان جالسة اسال البنات في سناب واقول لهم اعطوني حاجات تكثف الشعر، فخلاص طالما اني انا عرفت انه المشكله من هذول المنتجين راح اتخلص منهم وراح ارجع لعنايتي الطبيعيه في شعري. بالنسبه لحبوب الشعر ما راح اعطيكم اي ريفيو عنها حاليا لحد ما استمر عليها فترة طويلة، ابغى تستمر يعني مثلا 6 شهور 7 شهور زي كذا، يعني فترة مرة طويلة لحد ما اتأكد انه فعليا لها نتائج. بس هي كأنه لها نتائج حلوة صراحة، لانه خففت التساقط. وبس حبيت انه اعدل الكلام اللي انا قلته على هذه المنتجين، لانه بصراحة هم سبب دمار شعري وانا ما كنت عارفة انه هم السبب. شوفي يا بنات، حابة اوريكم هذا البرنامج على نتفليكس اسمه اساتذة الديكور، مرة مفيد هذا البرنامج. عبارة عن برنامج يجيبوا متسابقين ويقسموهم لفرق، أحيانا كل 2 مع بعض، أحيانا كل 6 مع بعض على حسب، ويعطوهم أماكن قديمة، يعني ممكن بيوت قديمة أو فنادق قديمة، ويخليهم يعدلوا عليها من جديد. الاختلاف اللي هو قبل وبعد فظيع فظيع خيالي. البرنامج اسمه أساتذة الديكور على نتفليكس، يجنن يجنن. طبعا هو عبارة عن حلقات متتالية، انا كل يوم اشوف حلقة قبل ما انام وبعدها انام، واليوم الثاني نفس الحاجة قبل ما انام اشوف حلقة وبعدين انام. مرة مفيد مرة مفيد، ويعطيكم افكار للديكور. فبالنسبة للناس اللي يحبوا الديكورات زيي حيكون برنامج جدا ممتع، مرة حلو ومرة مفيد. انا احب الاشياء اللي تكون مفيدة وفي نفس الوقت ممتعة، يعني انا جالسة اتفرج ما احس بنفسي من حلقة لحلقة من حلقة لحلقة، يعني ما احس اني مغصوبة جالسة اتفرج شيء مفيد ومدري ايه، لا اتفرج حاجة مفيدة وفي نفس الوقت ممتعة. وبس لهنا يا بنات راح انهي فلوق اليوم، واشوفكم على خير في الفلوق اللي بعده، ومع السلامة.